اخويا عافاك كتشكيو من هاد الزبل هذا. انا من الساكنه ديال هاد الزنقه هادي، وفي نفس الوقت حارس ليلي. غير هو كنشوفوا اهمال ديال هاد الفم ديال هاد المخلفات ديال البناء، راه جايه لدابا 6 شهور. شكينا عند الجماعه وشكينا عند مجلس المدينه، ولكن ما جاوا، ما جانا لا تصريح لا والو. راه جاب دابا شي 6 شهور، حنا دابا داخلين في 7 شهور. اللي كندويو معاه كيقول لك واخا واخا، وانت كتشوف كلشي لا عينك. حنا كنقول حنا كنتقاتلوا مع الناس باش نحيدوا هادشي، وهو علاش كيتزاد بالليل وبنهار. كاين الكارنيتور ديال الصباط، كاين الشوت ديال الثوب، كاين الناس اللي كيصلحوا دار ويجي له حنايا، وكتلقاه ساكن غير هنا، يعني ماشي حتى بعيد. في الزنقه الثانيه ولا الثالثه كيبان ليه شويه، كيقول هاني ماشي مشكل، في عوض غندير لوحه في مديونه او كذا، اللهم نجيب لوحه وحده في الدرب عندي ماشي مشكل. اما ما تبقى انت كتشوف صحاب الحلفه، صحاب الريباراسيون ديال التلفازه، الميكانيك، اخويا اش غنقول لك؟ هذا لا كدوي مع واحد كيقول لك سير قولها للجماعه، سير قولها لهادي، وحسبي الله ونعم الوكيل. هادشي اللي غنقول لك، هو هادشي هذا ما كنعنيش فيه انا الناس اللي في المول الجماعه. انا كنشوف النخيب ديالنا، فينا هو النخيب؟ هاد الناس، هاد الراجل هذا اللي كنصوتوا عليه حنا، فينا هو؟ كيبغيونا حنا، ملي كيبغيو يجي يدقوا علينا حقا بغينا الصوت ديالكم، راه هنا فين خصهم يبانوا باش حنا نبقاو مشرفين هما وانتم غادي مشرفين. اما الا بقينا بحال ما هكا، ما كاين لا تصويت لا ما كاين لا تخلاص لا والو، راه غنبداو نشوفوا بحال هادشي هذا. اللهم اخويا بنادم فهمني، راك عارف كل اللي شدي شي قلبو هادشي اللي كاين. انا من الساكنه ديال الحي هنايا، والصراحه هادشي اللي كتشوف وحدكم شيء مؤسف بزاف. هذا هو اقل ما يمكننا نقولوا عليه، لان راسلنا السلطات المحليه قامت بالدور ديالها، راسلات المنتخبين اللي عندهم هاد المهمه، اللي عندهم هاد لا ميسيون لي زاتريبيسيون ديال هاد النفايات بجميع اشكالها. ما خصهمش يفرقوا ما بين نفايات اكس ولا ايكغيك ولا هادي سوليد ولا هادي ليكيد ولا نفايات. يعني هاد النفايات راكم كتشوفوا، راه كتجمع اوبئه، كتجمع قادورات، كتجمع ناس غير مرغوبين فين كيجيو يديروا هنايا مسائل مختلفه. الا كتشوفوا هنا الانواع ديال النفايات، كاين جميع الانواع، ما كاينش غير نوع واحد. يعني اي واحد عنده شي نفايه اللي ما قدرش يتخلص منها كيجيبها لهنايا. شفنا هنايا كاين دراسة ديال لي سانيتير ديال مراحيض، كاينين مليوحين هنا، كاين مليوحين هنا افريشه. نعم الله، ديك افريشه شنو فيها؟ واش فيها باعوض، بق، جميع انواع الحشرات؟ يعني الا بغينا نحللوا هذا الشيء هذا، راه حتى هو نضيفوه على كورونا ونضيفوه على الوباء اللي هو خطير على السكان هنايا. وراسلنا المسؤولين، راسلنا المنتخبين، رئيس المقاطعه هنايا ديال الجهه ديال هذه المنطقه هذه، ولا حياة لمن تنادي.